اكيد وي على تيقول لك على راديو المرقه، كيسمي راديو المرقه، يدافع عن بودريقه ويحارب البدراوي. قال لك من الصباح دايرين حمله هادي، وانا ما عرفتش في لابريميدي جايبين هادي العماري. من العماري شوف اخويا، شو نقول لكم واحد القضيه، كان مطلوب من النرجاويين انهم ما يبقاوش يعطيو فرصه للناس خاويين. ها ناس خاويين اصاحبي، راه ما عندهمش تكوين، وما عندهمش تكوين. هذاك العماري اللي كدوي عليه التهمه راه كان، انا نفكركم، كان كيدير برامج مع ابرامي. واش عقلتم كان كيجلس مع ابرامي؟ كيجلس مع ابرامي، اش كان كيقول؟ باش تعرفوا المستوى الواطي والمستوى الدنيء والمستوى الضعيف ثقافيا، ثقافيا بعدا ضعيف ثقافيا، لدرجه انه كان ملي كيقول هو ابرامي، ابرامي تيقول شي كلمه بالعربيه، بالعربيه الفصحى، تيقول شي كلمه غير كلمه هكا، تيقول يمكن كاع ما عارفاش كاع شنو هي، تيقول هكا، تيقول ليه اه زوينه عندك هذه، زوينه عاوده عاوده، اش قلتي عاود؟ زوينه عندك هذه، وهي راه كلمه عربيه عاديه. فهمتي يعني تيبان لك المستوى الثقافي راه واطي، داك الشيء راه عيان اصاحبي. والعماري شحال هذه كتبت عليه، شحال هذه كتبتي، قلت لكم هذاك اشنو هو الدوسي ديالو كيفاش داير، هذاك نوعيه ديال المنشطين، منشط انا ما كنسميه صحفي لان صعيب باش تكون صحفي، هذاك منشط اذاعي. اشنو هي الطريقه؟ بغى يدير واحد الطريقه زعما مختلفه عن المنشطين الاخرين في مجال الرياضه. اشنو هي؟ هي ديك الطريقه التنشيط ديال السكوندال. اشنو هو السكوندال؟ هو انه انا ملي كنبغي ندوي على شي فرقه او كنبغي ندوي على شي واحد، كندوي عليه بالمعيار، تندوي عليه كنحاول نقلب ونبحث على المعلومات والاسرار ديالو، وكنحاول نجبد الاسرار ديالو باش نوض عليه النحل. انت كيفاش؟ بهالطريقه هذه هو غيجي لعندي وغادي يولي يقلب عليا وغادي يولي خاضع عليا وندير فيه انا ما بغيت. هذه هي طريقته. ودابا الطريقه لقاها مسلكه حتى ديك الاذاعه اللي خدام فيها. ديك الاذاعه شنو هو؟ حيت ما عندهمش ان برودوي كولتوريل اللي هو في المستوى، حيت هذاك الراديو دويت علينا شحال هادي، راديو اللي كيدير الرياضه بالطريقه اللي بغاه هو وبدون حياديه، ومعروفين لمن كيخدموا هما، دير اعلامي ديال واحد الفريق معين وديال واحد المؤسسه كتسير الكره في البلاد، دونك هما كيخصهم ديما السكوندال وديما هادي وديما غادي في ذاك الصف. هادي في الرياضه ما عندهمش حياديه، وفي لوفولي الثاني ديال الاكتيفيتي ديالهم اللي هو الموسيقى، ما كي الموسيقى كياخذوا دعم من عند الدوله كقطاع سمعي بصري، كياخذوا الدعم، ومع ذلك ما كيدعموش الاغنيه المغربيه، كيديروا الموسيقى المغربيه، كيديروا الموسيقى، كيدعموا الموسيقى الغربيه، الفولك، الريغي، الجاز، سميتو يعني الروك، فهمتي؟ نهار كله هما كيهضروا على دوك المغنيين، وكيديروا برامج ودي سيكونس ديال واغاني ديال المغنيين الغربيين، بمعنى الدعم تاع المغرب والموسيقى والتراث اللي كتدعم هذه الاذاعه هو تراث اجنبي لا علاقه لنا به، فقط هما كيتملقوا لانهم هما من اليتامى ديال الغرب واليتامى ديال فرنسا بالضبط. دونك سي نورمال يبقاو ديما كيتمنحسوا على فرنسا، ودائما كيحاولوا يبينوا الموسيقى الغربيه ويدعموها. اذا انا بالنسبه لي اتساءل باي حق الناس كياخذوا الدعم من الميزانيه العامه تاع الدوله وهما ما كيدعموش الثقافه والتراث والفولكلور المغربي؟ اين هي الموسيقى المغربيه من هذا؟ ما عمرك كتسمعهم كيديروا بعض المرات كيديروا شي فاصل ويطلقوا لك الغيوان. ايه فاصيل ديال 4 دقائق ولا 3 دقائق دير فيه الغيوان. وبالنسبه للموسيقى ديال الروك وبوب مارلي وبوب ديلان كتعطيه ساعه المكانه وساعتين، وكل مره موسيقى خدامه. هنا كتبان لك بانه بغيت نرجع للعماري. العماري قلت لكم انا هو كيستعمل ديك الاسلوب دحيحه باش يجلب الناس، هو عارف راسو بانه الناس ما كيتصنتوش لهم، الناس ما بقاش عندهم النرجاويين من هناك حلو معاهم الدوسي نهضوا من الوقفه في شارع الجيش الملكي، من تما الرجاويين مقاطعينهم ما بقاوش كيعيطوا لهم، ما بقاوش كيديروا لهم اس ام اس، سو كيفي قطعوا عليهم شريان الربح والمداخل الماليه، والناس في تدني. دخلوا الفيديو الراديومتري غدخلوا ليها وغادي تقلبوا وغادي تلقاو بانه لو طو دوديونس ديال راديو ماس في تدني مستمر، الكلاسمون ديالو من حيث البورسونتاج، حيت كتكون بواحد النسبه مئويه ديال نسبه الاستماع، شحال كيستعملوا لهم الناس، شحال كيستمعوا لهم الناس،
بوسو غتلقى داك الشيء في الدرجات المتوسطه مكلاسين داك الكلاس مون اللي موالفه كتكلاس الفرق اللي ما كتلعبش على الشامبيونه كلاسين ديما وسط الترتيب اذا ما كانوش لتحت. هنا كتبين قيمه هذه. اذا حنا كرجويين علاش غنبقاو نعطيو قيمه لهذه الاذاعه؟